نروح معاكم بقى لمنتخب مصر واللي بيبحث عن النجمة الثامنة في ليلة نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال. خلاص يعني بعد ما اتكلمنا على طفل اللي وجع قلوب كل الناس، نروح لمنتخب مصر بقى بصراحة اللي يعني اليومين اللي فاتوا كده كان متألق، والنهاردة إن شاء الله فرح قلوب المصريين. تحسي إن الناس ما صدقت، يا ندى الناس كلها كانت مبسوطة وفرحانة. بس لما النتيجة طلعت وكسبوا غللهم البنزين ربع جنيه، شفتي على طول بقى. تعالي بقى بسرعة في السريع كده، بصي ومحدش واخد باله في حموتها كده في السريع السريع، لو غطي على الخبر بسرعة الناس لسه مش فايقة مش فايقة غير للماتش. الحقيقة بقى المنتخب مصر النهاردة بإذن الله، المفروض بإذن الله احنا منتظرين منه هيسطر تاريخ جديد إن شاء الله، وهيضيف اللقب الثامن من الفريق العنيد قوي منتخب السنغال، وإن شاء الله بإذن الله روح المنتخب هتكون أعلى بإذن الله. الحقيقة اليومين اللي فاتوا احنا شفنا من المنتخب روح حلوة قوي، وكان في كمان رجولة كده، كل ده عشان يفرحوا الناس اللي يعني قاعدة مستنية ومترقبة ايه اللي هيحصل بالظبط. وده في حد ذاته بصراحة حالة جميلة جدا جدا بنعيشها في مصر، حالة بترجعك تاني لحالة الانتماء اللي يمكن ساعات ممكن بعض الناس تنساها، وبتعمل حاجة فشلت فيه السياسة والحال المتردي وكل الحاجات دي. الحقيقة بتنجح النهاردة كرة القدم، اختلفوا او اتفقوا انها ترجعه مرة تانية. طبعا اكيد الانتماء للبلد مش بمجرد كورة وبتاع، ولكن الانتماء لمصر مش عيب ابدا حتى انه يكون بالكورة، مجرد ساعتين من الزمن ولكن بيلموا الناس وبنخلي الناس بقى الـ كلهم المختلفين بيتجمعوا مرة تانية وبيفكرونا بمصر الجميلة اللي كانت الناس كلها مجتمعة على رأي واحد، وبتورينا قد ايه الشعب المصري فعلا هو من بين الشعوب الاكثر جمالا. طبعا كل الدعم والتقدير لمنتخبنا القوي وللجهاز الفني ولكل اللعيبه اللي ما شاركوش كمان بجانب اللي شاركوا في المباريات اللي فاتت، ولكن يعني خلينا نخص بالذكر محمد شريف على وجه الخصوص اللي اخلاقه بانت كتير قوي، وزي ما الناس بتقول هي اكبر بكتير من اي حاجه. نستناكم بقى يا ابطال ترجعوا مصر تاني للصداره وترجعوا لنا ام الدنيا بالكاس التامنه. موعدنا النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، بس يا رب بقى ما نصحاش الصبح نلاقي البنزين غالي تاني. سؤال الناس بيسالوا يا جماعه، هو انتم مستكترين على الناس الفرحه؟ يعني تخلوا الناس يعني تفرح كده فرحه خالصه، ليه دايما بتربطوا في عقول الناس ان فوز المنتخب مقرون بارتفاع الاسعار؟ فتلاقي الناس بخايفه تفرح، يعني خايفه احسن البنزين هيغلى يا رب ما يكسب عشان ما يغلوش علينا، بس كده كده لو هم ناويين غلى هم بيخبوها بس في الفرحه وبتاع. للاسف الشديد كده انتم مخلين الناس طول الوقت عايشه في حاله خوف وقلق وتوتر، اصل الاسعار هترتفع لو فرحنا لو انبسطنا. فاحنا نسال الله سبحانه وتعالى ان مصر تكسب بدون اي مصايب تانية على الشعب، تبقى فرحه خالصه كده الناس تتبسط فيها من قلبها. يا رب ان شاء الله. يا رب، اللهم امين يا تسنيم.